معك روح تكسرت يا رجل. بنتقاوى بعدين مستح نضبط القرارات لان في قرارات صارمه بتكون تكسرت خلاص. ولا تزيد هذاك ها مراجيح تلغى ما عندي في فعاليات من اليوم رايح. حلو عنده شفك هذا اللي ورانا ها آه. والله ما منه اي فايده والله ذا فكر. شوف والله العظيم ما عنده واسطه يا رجال واسطه ما عنده حس واسطه لغم لغم ما لا لا بوف انت قصدك لغم؟ لا ايه لغم انا حسبت حيوان قاعد يركض. لا لغم لغم انفجر فيك انا فدا انفجر فيك كل ما عندي راح كيف كذا كيف فدا يا لغم لغم فيكتور لغم انسدح فيكتور اوه هذول المعاونين فنانين يدغدغ تصدق ولا يهمه يدغدغ اللغم يدغدغ ولا يهمه والله فنانين عجب. وش ودك نغير؟ اول حاجه الوساخ هذه انا ما تعجبني تم لا لا بننظف شفت الكرتون انا لازم اجيب سله شفت الكرتون ذا؟ ايه؟ هذا الاعداد يغطون فيه الكاميرات يعني ما ما هذا لازم يتحسب فيه الاعداد شاهي 3 ساعات جيبوا لي منه كل يوم امرك شاهي شاهي 3 ساعات انا احب الشاهي هذا تعال تعال جيبوا لي شاهي الحين 3 ساعات تعال فنان يا كحيلان فنان يا كحيلان ما شاء الله فيكتور افتح الجيب الامامي فيكتور مو شاص ازبن ازبن يا شيخ هازم هذا الامر الثاني اللي انا اجيبه بسرعه اتمنى انا اشوفك حلال انا اشوفك حلال انك انت بتكون حارس انا حارس شخصي بيني وبينك قاعد يجتهد شخصيا اكثر منك هذا المكان ابغاكم ترتبونه اليوم لاني بستخدمه في امور ثانيه امرك مرتب الحين ما يحتاج تروح تفزع تسوي فيها مهايطي سله مهملات في كل لوكيشن امرك المكان هذا وايد ترتب في الليل امرك فنان 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 لغم 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 اثنين ولا واحد؟ اثنين 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 دوف انا بدعس عليه برجلي راح فيها اللغم صرصور يا فهد ولا راح فيها اللغم صرصور؟ ما ادري اذا مسدح الذاع لازم تزدح على ظهره يا بطل مسدح الذاع عليه صرصور بعدين تتكلم معي انجليزي انا ما افهم عربي كثير ام سوري ضلوعي راحت كلها في داعينك عشان كذا ما نفدا عينك يا شيخ نفدا عينك يا عمده ودي يسيهو نفدا عينك جا نفدا عينك عطني سديرية العمده خلني اعطيه لا والله تكفى لا والله عشاني لا والله لا ترجع ورا طيب لا والله يا عمده ما ينفع لي هذا يا افك لك ضلوعي افك لك الكبد خلها لك صغار افك لك المريء ما تغني من جوع خلها لك المريء انت يلا تعيش عليها انت خلاص عطها انت ما شاء الله والله اعطيك 7 لو تبغى انت دبل انا سويت زي كذا يعني انت النقاش في كل شيء امرك رجاء يا رجال رجاء لا تحرجوني معكم رواتبكم قاعده تمشي وحنا قاعدين نصرف عليكم فالاخر تخربون تسبب حروب اهليه ما نبغى فيكتور خلاص هذا يكلمك العمده يا سحلة ما افهم عربي يكلمك العمده عربي يا اخي فيكتور كم نادك حلان ناده كم هير اوكي نادك حلان حلان كم هير كفو الله يجيكم وابصر فهمت بطيخ اعطوه بدل الرياليتي امرك يحتاج امرك لان ما شاء الله عند الرياليتي عالي يلا بطيخ 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 احب العب ناديها يا شيخ العريش ايه ركزوا لي على العريش العالم غلط العريش ركزوا لي عليها في الجدار لا ادري الناس يفهمون غلط من الصوت يا الغالي في باب ينزل كذا تحت خلوهم على نفس خطتهم لين نصدر قرار بتفتيش هذا العريش واسقاطه فوق راعيه امرك يا عمده راك صيح صيح اكثر صيح راك على حركه هذه ايش معناتها؟ خلاص كل شيء فيكتور كحيلان خلاص الحين بيروح يرتاح العمده شوي اذا قال فيكتور تجي عندي منا طيب انا جيت عندي منا
لا هنا ذاك بهذه، هذه من دكتور، هذه من ناحيه احول كحيلان. اوكي هذه من ناحيه مره ثانيه، مره ثانيه سوي كذا سوي سوي الوقف، دقوا تحيه، دقوا تحيه، وقف وقف وقف، دقوا تحيه. لا 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 صارت وقف. هي مفتش ستشون سفير الوقف يا الربع، لا تستعجل. ايش انت قلت توقفوا سفير الوقف؟ هذا وقف الام بمكه، جمعيه الخير. بلادي 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 لك حبي وولائي يا بلادي احب. ايش في عاش الملك للوطن والعلم. تصفق؟ لا تصفق، لا تصفق، لا تصفق، لا خليه يوقف الام ويطلع في وجهك. تمام عنده. يعطيكم العافيه. كرر نظر في فسفوري ذا، عاد النذر في فيكتور. نعم يعني ما عاد اشلم من معاونه. نعم يعني توقعها في يوم من الايام ينفجر هو جنبك. طيب. لان هدف ضعيف. لا انا اخترت كل واحد فيكم لسبب معين صراحه، يعني انا فكرت في الموضوع هذا. شوف حتى البساطير الله يكرمك شاريها عشان بكره اكون معك عسكري. فنان. لا احنا بكره ما بندخل دخول عسكر، بكره بندخل دخول مريب. عمدل. العسكر فخر الوطن هنا. ونعم في فخر الوطن، فخر الوطن هي. انا ودي من يوم دخلت البرنامج انا بدله عسكريه، انام الليل واقوم نعم انام وما يجيني النوم. انا لا تحدنا، احنا نبغى طيب نبغى الدكتاتوريه، وهذه ما حنحصلها في العسكر. العسكر رجال نشامه، احنا نفتخر فيهم. يعني احنا نشامه يا عمده، نشامه في الامانه يجي منا. اسمعوا يا رجال، انا بروح ارتاح الحين، اخذ لي قسط من الراحه واغير ملابسي واجيكم نكمل حفله. سأذهب معك، اللي يبغى يذهب معي يذهب معي، واللي يبغى يسوق يسوق. خلاص انا بروح بضبط لك الجلسه. ايه والقهوه والشاي اللي يخليك تقول انا بروح معك. تفضل تفضل تفضل. وركز لي بالله على الناس اللي امرك. تفضل. بلادي بلادي.